الآن الشريعة ولم يعاقب هارون الكاهن عندما صنع العجل الذهب. هو ربنا لم يعاقب موسى لما كسر لوحي الشريعة، ما حصلش. ده كسر لوحي الشريعة لما لقاهم يعبدوا العجل الذهب، ودي موجودة في خروج إصحاح 32 وربنا ما عقلوش. بالعكس كتب له يعني سلموا لوحين آخرين بدلا من اللوحين الأولين، لكن عقوبة موسى كانت لسبب آخر. أما من حكاية هارون ففي الحقيقة معاقبة رئيس الكهنة كانت تؤثر على الكهنوت كله في ذلك الحين، ولذلك نجد في سفر العدد إصحاح 12 لما هارون ومريم أخته تقولوا على موسى لما تزوج امرأة كوشية، ربنا عاقب مريم ولم يعاقب هارون لأن ده رئيس الكهنة، وإلا الكهنوت كله يبتدي يتغير. هو موسى شخط فيه شخطة رعبته. موسى اللي قيل عنه في سفر العدد وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس على وجه الأرض، شخط في هارون ارتعب قال له يا سيدنا أنا حطيت الذهب في النار طلع عجل، حط الذهب في النار طلع عجل. على كل موسى مسك العجل ده وفتته تفتيت وزره في الأرض. واحد بيقول إني حاصل على دبلوم صناعي سنة 90 ولي الرغبة في الالتحاق بالكلية الإكليريكية بأسيوط دير المحرق، فسألت أب الاعتراف فقال لي لا تأخذ المؤهلات المتوسطة، فلماذا وما ذنب المؤهلات المتوسطة؟ هو بيحتاج يعني لماذا وما ذنب المؤهلات المتوسطة ومع ذلك أنا شماس منذ 10 سنوات، حتى إذا أب الاعتراف أعطى المقابلة مع سيدنا فسيدنا إما يسأل عن حالة الاجتماعية والدراسة ولا يقبل إلا الناس الأغنية. أغنية يا ابني، احنا بنتكلم على مؤهلات علمية، فأرجو الرد لأن لي الرغبة في الخدمة. ابنك الخاطئ وغير المستحق أن يقول هذا الكلام. طب ما دام غير مستحق قلته ليه؟ شوف يا حبيبي، كل كلية في العالم ليها نظام قبول. يعني مثلا افرض واحد عايز يخش كلية الطب، مش لازم مجموع معين وإلا ما يقبلهوش. مش معنى كلية اللاهوت هي الكلية اللي ما يخشوهاش بمجموع. كمان اللي عنده دبلوم صناعي معناها ما جابش مجموع في الإعدادية يدخله الثانوي العام، فاللي بيجيب مجموع كبير في الإعدادية بيخش الثانوي العام
اللي بيجيب مجموع متوسط بيخش التجاري او الزراعي، واللي ما بيجيبش مجموع خالص بيروح الصناعي. فمعناه تقول ايه ذنبه؟ ذنبه انه ما جابش مجموع يدخله الثانوي العام. اذا كنت انت مصمم تخش الاكليريكية، شوف لك طريقة تعيد بيها الثانوية مرة تانية وتحصل على مجموع يدخلك الكلية. اهو ده الحل الوحيد. لكن اذا ما كانش عندك الحل ده، تشوف لك صنعة كويسة وتفضل شماس، وده كفاية عليك. كل كلية في العالم بتقبل بمجموع معين. ما تقولش ايه ذنب، ذنبه انه ما جابش مجموع. سؤال من واحد تعبان شوي، تعبان عاطفيا يعني، وهيفضل تعبان. بيقول انا موظف في الثلاثين من عمري، ومشكلتي انني احب فتاة اعلانات، واحدة من بتاعة الاعلانات في التلفزيون، ومتعلق بيها بشكل بشع. فماذا افعل انا البائس؟ تبطل بؤس يا ابني. اصعب حاجة ان انسان يحب واحد ما يحسش بيه، وما فيش نتيجة من هذا الموضوع. يعني لو عاطفة تنتهي بالزواج، نقول اهي بداية لعلاقة شرعية. لكن اذا كان بيحب واحدة وهو بيقول غير مسيحية وفتاة اعلانات، ايه نهاية القصة دي؟ ايه نصيحتي ليك؟ انك ما تتفرجش على الاعلانات في التلفزيون، ما دام كل ما تتفرج على الاعلانات تطلع لك البت دي. ممكن هو الوحيد اللي مسقفش. لا وتسأل نفسك تقول نهاية القصة دي ايه؟ نهاية القصة دي ايه؟ وكل حاجة ما توصلش ابعد عنها، مش بس الموضوع ده. زي واحد ماشي في حارة سد مش هيوصل. وأيضا تقوي روحياتك شوية. أديكوا شايفين التلفزيون بيعمل ايه في الناس، وده مش شاب مراهق، ده عمره 30 سنة. طب افرض انك انت بتحب البنت دي بتاعة الاعلانات والف واحد بيحبها، تعمل ايه؟ يعني انت الوحيد؟ تخش في منافسات؟ خليك عاقل وابعد عن الموضوع ده. واحد بيسأل بيقول الآية بتقول ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل الذي يخرج منه، هل الآية دي على الصوم؟ لا، الآية دي على الأطعمة الطاهرة والنجسة حسب شريعة العهد القديم. وكمان كانوا البعض بينتقدوا ان التلاميذ اكلوا بايدي غير مغسولة، فعملوها مشكلة. فالمسيح قال لهم ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان، لكن اللي بيخرج منه، لان اللي بيخرج من الفم شتيمة، غضب، تزعيق، إدانة، انتقاد، تجديف إلى آخره.
فبيتكلم على ليس عن الصوم وإنما عن الأطعمة المحرمة، وما كانش المجال مجال كلام عن الصوم. واحد بيقول يوجد تفاسير عديدة لفهم الكتاب المقدس، فكيف لنا أن نعرف التفسير الصحيح؟ هو أحسن لو اعتمدنا أولا على تفاسير الآباء القديسين، وموجودة في مجموعات كتب الآباء تفاسير كثيرة جميلة جدا. ده من أمثلة ذلك أن القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس يوحنا ذهبي الفم فسر إنجيل متى وإنجيل يوحنا وأعمال الرسل ورسائل بولس، رسائل بولس الـ14. في تفاسير كثيرة موجودة، وأيضا ممكن أنك أنت تلجأ للأشخاص الموثوق في علمهم وفي فهمهم للكتاب. أنا بإيجاز قطار حياتي كان يسير بانتظام ولكن دون التسرع في الحياة الروحية، إلا أنه تعثر في حجر خطية في بداية المرحلة الثانوية، وخرج للأسف عن القضبان طيلة 10 سنوات. ده قطار حياتي. وقد تخرجت في إحدى الكليات منذ سنوات 5، واليوم قد رفعني ونش التوبة، وقد عدت مرة أخرى من شهرين إلى المسار الطبيعي والسير على القضبان. فماذا تنصحني بالوقود والإمدادات؟ ده سؤال واحد بيشتغل في السكة الحديدة. شوف، المهم في حياتك الثبات، المهم في حياتك الثبات. ممكن قطارك يخرج عن القضبان وممكن يرجع ليها، لكن المهم يستمر، ما يخرجش تاني من على القضبان. فيعوزك في حياتك الاستقرار والاستمرار. كويس ان ربنا رجعك، لكن لا تحاول انك انت تسيب ربنا وترجع مرة اخرى وتخرج عن القضبان. واحد بيقول هل قص الانسان لقصة توبته تعتبر بمثابة اختبار؟ في ناس اول ما يتوب يجيبوا لهم ويقولوا لهم احكوا للناس توبتكم، يقول انا كنت شرير وكنت 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 وبقيت كويس دلوقتي. مش صح ابدا الكلام ده. ليس من الروحيات ان يتحدث انسان عن نفسه، وليس من الروحيات ان يجعل نفسه مثالا يقدم للناس في التوبه. ده الشيطان لما يعرف انك انت تبت يحاربك اكتر. ما تتكلمش على نفسك ابدا، الحديث عن النفس مش لطيف، وخصوصا في قصص التوبه، لان قصص التوبه بتشرح فيها انك انت بقيت انسان كويس. وكون انك تشرح انك بقيت انسان كويس مش صح.